ايوه قلق قلق شديد قلق شديد. انا اصلا انا قعدت مده طويله عشان اعرف انام. يعني الليله ديت وانا في الفندق مش عارف انام باي طريقه. نعم. وقاعد اخد منوم نعم. وخايف لغايه لما رحنا، بس في اطمئنان داخلي. نعم. وفي نفس الوقت قلق. نعم. حاجه وبعدين نتكلم، كل واحد فينا بيتكلم وبيتكلم كتير. زي ما تقول عشان يقضي على القلق اللي عنده يقعد يتكلم كتير. كان عندكم اي نوع من المخاوف ولو بنسبه 1 من مليون؟ لا ما اقدرش اقول مخاوف. موقفنا كان قوي جدا. وهذه القوة كانت بتخلي مخاوف مش موجودة. بس انتظار الاعلان. زي انا ما اقول مثلا ايه، عملت الامتحان كويس. وجميع اجاباتي في جميع المواد طلع كويسة. ضمنها. مطمئن ان انا هنجح. بس برضو قلق. عايز القرار يطلع. عاوز اسمعها. اسمعها. مش احسها بس. قعدتوا داخل المحكمة. اول ما دخلنا. وانتوا قاعدين. احنا قاعدين بقى، دخلت هيئة المحكمة. برئاسة رئيس المحكمة، وهو كان رجل هيبة كبيرة كده، لاجراجرين سويدي الجنسية، ومعاه الاثنين التانيين الفرنسي بيليه رئيس محكمة النقد السابق، وشندلر أستاذ قانون دولي في سويسرا. دول الثلاثة المحايدين، وحامي السلطان المصري على اليمين، وروس لابيدوس الإسرائيلية على الشمال، الخمسة. وكلنا ننظر لهم وبالهيبة بتاعتهم بقلق وانتظار، وعاوزين نسمع القرار. ونطق بالحكم بقوة. احنا اول ما سمعنا الحكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ونسينا نفسنا وقمنا من مقاعدنا، واللي يزعق احضان وفرحة ونقبل بعضنا البعض فرحة عارمة. يعني منظر تاريخي. تأثرنا جدا. في المقابل الوفد الاسرائيلي عليه الهجوم الشديد جدا الى درجه الحزن الحقيقي، الحزن الحقيقي، لدرجه ان القاضيه الاسرائيليه خبطت على المائده وقالت هذا القرار باطل وانا لا اعترف به وده يخالف قواعد القانون الدولي كلها. فرئيس المحكمه بهدوء شديد قال لها هوني على نفسك، الحكم صدر باغلبيه 4 ضد 1 اللي هو انت ولا يمكن تعترضي عليه، وده واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه. انت تعرفي هذه القاعده، كل اللي مسموح لك به طبقا لقواعد التحكيم اللي احنا عملناها وبشرط التحكيم، ان الحكم الراي المخالف لك، الراي المخالف من حقك اذا اردت ان ترفقي بالحكم، لا يغير في الامر شيء، انما بتعبري فيه عن وجهه نظرك. سكتت. دموع الفرح حصلت من الدكتور مفيد شهاب والوفد المصري كله، البكاء داخل القاعة. حصل حصل حصل. أنا بكيت داخل القاعة من الفرحة. ولما جاء رئيس المحكمة قال احنا عملنا مع بعض أكثر من 3 4 سنين، تعالوا ناخد فنجان شاي مع بعض الوفدين. قال لكم إيه وأنتوا بتاخدوا القهوة مع بعض ولا يعني عاوز يبارك لنا. الوفد المصري واحد واحد سلم عليه. والوفد الإسرائيلي بيقول لهم على طول كلمة واحدة، حضلك حضلك عشان هنا. وأنا أسمع المستشار القانوني الإسرائيلي وبعيد كده شوية اسمه روزن شابتاي، أستاذ قانون دولي مستشار وزارة الخارجية، وكان هو المستشار القانوني للوفد الإسرائيلي. قال كده من بعيد اسمعوا مصريين، احنا كنا عارفين ان طابة مصرية. ايه فانا قربت منه. ليه كل ده؟ قلت له ايه؟ كنت عارفين انها مصريه وخليتونا كل السنوات ديت تحكيم ومفاوضات وهيصه دي كلها. قال الحقيقه ما كناش متوقعين ابدا انكم تعرفوا تدافعوا عن قضيتكم بالاسلوب اللي انتم عملتوه ده. دي بيني وبينك شهاده لصالح الوفد طبعا، ولصالح القياده طبعا، ولصالح شعب مصر كله. صحيح. هو دخل التحكيم على امل ان انا ما اعرفش ادافع عن حقي، ادافع عن حقي، عن ارضي، انما انا صاحب الحق، ربنا نصرني. نعم. وجهني التوجيه السليم، ايه الاسلوب العلمي اللي اعمله؟ ازاي اعد مذكراتي؟ ازاي اكتبها بدقه؟ ازاي اقدم الخرائط؟ فوفقنا لاننا اصحاب حق. دكتور مفيد، ايه الدروس اللي احنا بنستفيدها وحتى لشبابنا والاجيال كلها والناس اللي ما عاصرتش وحتى للتاريخ؟ احنا بنتكلم هنا شهاده تاريخيه حقيقيه من حضرتك على ما جرى طابة، بدأت ازاي وانتهت ازاي؟ ايه الدرس المستفاد النهارده؟